أهلا سي حمادي، أعجوبة الزمان. أهلا سي لبريغات، سمعنا بأنك جيتي ترشحتي في الرباط المحيط. صحيح صحيح، هي راك مطول معنا إن شاء الله. صحيح، راه وجهك اللي صحيح أستاذ. علاش أسيدي أش درت؟ راك ما درتيش النيت، كون درتي هانية غا عاود ترشح. عادنا وين واصلوا الإصلاح سي لبريغات؟ وعلاه الإصلاح بديتوه بعدا باش تواصلوا؟ قول ما سخيتيش تمشي ولفتي. لا لا، أنا ما كنبغيش المناصب، أنا باغي الإصلاح الله يخليك. ما كتبغيش المناصب وكل مرة فين؟ نقصتي من إنزقال كازا المحمدية للرباط. في المشكل، أنا بعدا راه كنقلب غير على مدينة مناسبة، راه كاين اللي كيقلب على حزب مناسب وما لقاش. ولكن ترك السياسي الوحيد اللي تحولتي أكثر من كورونا السي حمادي. صحيح، ولكن خلينا من هادشي، أنا راه مازال ما عرفتش علاش جبتوني. جبناك حيت حنا ما عرفناش علاش جيتي للرباط، وانت قلتي قبل ما غاديش ترشح غادي ترتاح. أنا راه مرتاح كي مرشح كي ما مرشحش، وزيد واش أنا كيدوي عليا الناس. وباقي عندك الوجهة صاحبي تافيشة في الانتخابات مرة أخرى؟ ما عنديش المشكل. ما عندكش المشكل وما عندكش علاش تحشم وما عندكش الشخصية. علاش أودي؟ إيوا كتعرف غتسد على الناس وتسد فمك، لا تواصل لا خدمة ومازال لاصق فينا. وبركة علينا سي لبريغات، راه اللي فينا يكفينا. واش ما كتشوفو جينا حنا الاخرين في الغرف المهنية؟ وعرفتي علاش ما نجحتوش في الغرف المهنية؟ علاش أودي؟ واضحة، حيت هي سميتها الغرف المهنية وانتوما ما خدامينش. ودابا سي لبريغات بيني وبينك، الا ما ترشحت اشنو بان لك غادي ندير؟ ياك انت طبيب نفساني. اييه صحيح، ومن نهار الحكومه ترأسها طبيب نفساني ونفسيتنا اللور اللور. تماما. ايوا احسن حاجه غادي دير هي غتمشي ترتاح ولايه كامله وتفتح ديك العياده من جديد باش يالله تعالج دوك اللي صوتوا عليك ومرضتيهم نفسيا.